بالنسبة لي أولا وأخيرا الجمال هو الجمال الداخلي. كل ما جملت نفسي من جوا، كل ما صفيت نيتي، أحس إنه الجمال الداخلي ينعكس على الخارجي. شعري جزء كبير من شخصيتي، يعني لما أرفع شعري شخصية تكون، ولما شعري يكون نازل شخصية تانية، فعلى حسب أنا كيف عاملة شعري الشخصية حتظهر. ثقتي بنفسي تجي من نجاحاتي ومن الأشياء اللي أنا حققتها في حياتي. أحب أكون وأظهر بأحسن مظهر، وأطالع في نفسي بالمراية وأنبسط عشان أرضي نفسي، مو عشان أرضي أحد أو أكون تابعة لمقاييس معينة، عشان أنا أكون مبسوطة وعشان أنا أكون مرتاحة وعاجبني أنا مين وشكلي مين. وإنتي إيش قصتك؟